انتي عندك 3 ولاد؟ لا اتنين اتنين. اه اتنين مش بس. 3. انا كنت كان سؤالي في ان اوكي، واحدة ولدت اول بيبي فيه مشاكل بس ما جالهاش اه بالظبط. اكتئاب الحمل، جه في التاني عدت منه، التالت لا ما جالهاش، يعني هو جه في في النص، الغالب هيبقى كويس بقى، في التالت بقى في بتبقى الغالب هيبقى كويس، لان هي بقت عارفه، بقت واعيه بتعمل ايه وتتصرف ازاي. اوقات بتبقى حالة الاكتئاب هو ان هي تبقى عايزة تأذي البيبي اه صح، و ده كتير يعني، ده كتير. يعني الدرجه العاليه، منى بروك شيلز كان الدرجه واحدة العاليه. من نجوم العالم، وكان اشهرهم في اه اول ما عرفنا يعني ايه اكتئاب الحمل، كانت هي واحدة من الناس اللي طلعت اه قالت انا كنت ببص على البيبي ببقى عايزة اذيه مظبوط او اموته، مظبوط لدرجة انهم اخدوا منها البيبي، صح اتعالجت وبعدين رجعت له تاني. صح تفاوت الاحاسيس دي جاية من خطورة الوضع الاكتئاب ولا بيبقى في الجينز؟ لا، في خطورة الاكتئاب. الاكتئاب بيبقى فيه خفيف وفيه متوسط وفيه شديد، طب انا اعرفه ازاي؟ من التشخيص. عشان ده سؤال مهم، الام تعرف ازاي او المحيطين بالام يعرفوا ازاي، ده سؤال مهم. احنا عندنا، عشان بس الناس ما تتلخبطش، 80% من الستات بيجي لهم مزاج وحش بعد الولاده، عشان بس تبقى فاهمين ايه هو الفرق بسبب بين الرجاله مش بس بعد الولاده، هو لا عموما هو بسبب لا هو الرجاله. محتاجين الرجاله هم يقدروا يعني عشان فكره المزاج السيء يعني، دي. يعني برضو هم بالظبط، مزاجين. احنا عارفين الستات قبل الولاده بكام اسبوع وبعد الولاده، وبيستمر الامر ده، اغلب الستات بيجي لهم مزاج وحش. ايه الفرق بين ده وبين اكتئاب ما بعد الولاده؟ تمام. انه المزاج الوحش اللي بيجي للستات ممكن يقعد شويه ساعات، وبعدين تقلب وتبقى لطيفه ومزاجنجيه وبتحب الواد ومش عارف كذا، وبعدين ترجع تاني رفضاه ومش عايزه وانا وعياط وبكى وبتاع ومش عارف كذا. فده بيسموه حتى البلوز، بوست بارتم بيبي بلوز، بلو. اللي هي شجن ما بعد الولاده، بيسموه اوكي شجن ما بعد والله الولاده. ده اضعفه. جميل شجن ما اه بعد نعم، ده اضعفه، ده مش مرض، ده مش مرض، ده ده طبيعي، تغيير عشان مود. بس الناس ما تختلطش على الامر. اوكي. لو الموضوع بقى اغلب الوقت اه ومع فقدان للشهية وإجهاد أغلب الوقت وقلة أكل ورفض للكلام ورفض للتواصل وعياط واضطراب نوم زي هدير وحاجات بالشكل، نبتدي نقلق إنه ده اكتئاب. لو استمر أسبوعين يبقى إحنا عندنا اكتئاب ومحتاجين علاج، والعلاج مش بالضرورة دواء، عشان بس نبقى طب واضحين. يبقى كده حضرتك يصل حددت ثلاث ثانية ناس. لا لسه هو حد اتنين يصل إلى مستوى التفكير في الانتحار أو إيذاء الطفل. في الحالة دي. آه في الحالة دي، في انا الحالة دي وصلت يصل إلى للتفكير، التفكير في انا كنت الانتحار أو إيذاء الطفل. نفسي اموت. انا اه وصلت بدل ما انا تموت الطفل تموت نفسها. انا جت عليا الفترة الأولانية انا رفضت اشيل بنتي، ما كنتش يا دوبك على قد ما بديها الرضعة الصناعي عشان عندها مشاكل في الارتجاع، واحطها على السرير ما بشيلهاش، ومش عايزة حد يكلمني، مش عايزة حد يتواصل معايا، انا بالظبط. قاعدة مخنوقة، قاعدة تعبانة، وفي قاعدة. نفس الوقت انت عندك تأنيب ضمير جدا، انت بتعملي كده ما هي ليه؟ دي المشكلة هو الكبيرة اللي الصراع ما بتواجه، بين تأنيب الضمير، أنا ده أمي جزء أساسي من المشكلة، تأنيب جزء ضميري أنا أساسي. مش قادرة أحبه إزاي؟ بالظبط، جزء أساسي من مشكلة الأمهات، إنه بعد الولادة بيكونوا تعبانين ومنهكين، جزء أساسي من سبب الاكتئاب، ومنهكين ومش قادرين يتحكوا، بس كل الناس بتقول لهم ما بتضحكوش ليه؟ انت أم، أنت مش مبسوطة ليه؟ أنت مش فرحانة ليه؟